طيب احنا في يعني كل الاباء والامهات بشكل كبير بيبذلوا اقصى مجهود يقدروا عليه في تربيه ولادهم، وكل الناس شايفه ان هو طريقه تربيته دي صح وسليمه، وبالتالي بيتوقع نتيجه ايجابيه، بس اللي بيحصل مش على طول بتبقى النتيجه ايجابيه. فانت من حكم تعاملك مع اولياء الامور والاطفال لفتره طويله، يعني من وجهه نظرك ايه الحاجات اللي اولياء الامور بيعملوها بشكل غلط وهم بيعملوها بنيه سليمه؟ يعني هو معتقد ان ده هيطلع حاجه من الخوف عليهم يعني. بالظبط كده. اكتر حاجه بتعمل مشكله الضغط، الضغط النفسي والعصبي. ذاكر ذاكر، ما تذاكرش ليه؟ هتجيب الدرجه النهائيه، انت ليه ما روحتش الدرس؟ ليه المدرسين بيشتكوا منك؟ انت 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 انت. الولد على طول بيبقى متهم، ودي اكبر مشكله بتفقد العلاقه بين الاباء والابناء. ولو فقدت العلاقه دي يعني لو رجعت يعني بفضل الله يعني مش اكتر من كده، ولو راحت احنا كده بنهد حاجه كبيره قوي في المجتمع. فدي حاجه مهمه جدا ان محدش يضغط على اولاده، نعرف هيضغط في ايه. انت حطيته في الطريق السليم، وزي ما اتكلمنا اديله المناعه وسيبه، ما تضغطش عليه كتير. ممكن تقول له مره او مرتين، ما هو عارف ان ده غلط وبيعمله تاني. لما تقول له لا ما هيروح يعمله من وراك. فانت شوف الطريقه، يا اما تقولها له بطريقه تانية، يا اما تقعد تتحاور معاه زي ما كنا بنتكلم في التحاور، المحاوره دي، وناقشه. قول له تعالى، طيب انا افترض ان ولد بيشرب سجاير دلوقتي، السجاير الولد بيشربها من رابعه ابتدائي ومن خمسه ابتدائي، تعالوا نتكلم، نقول نقعد مع الولد نتكلم معاه كده، نعمل نموذج. يلا احنا، انت بتشرب سجاير ليه؟ في الولد اصلا في الاول هينكر وهيبقى في حاجات كتير، بس خلينا نتفق ان هو ايه، خلاص في بقى في مصارحه بينهم والشفافيه، وبداوا يتكلموا. فابدا اقول له طب لو ما شربتهاش ايه اللي حصل، واحط له نموذجين. احنا في انسان هنا بقى بنتعامل مع الاولاد بالحته دي في الاجزاء التربويه، بنبين ماذا يحدث لو عملنا الشيء السلبي، شكلك هيبقى عامل ازاي، وماذا يحدث لو الشيء الايجابي ده لو موجود، شكلك هيبقى عامل ازاي. الولد هيحس، اول ما يحصل الاحساس ده لمست معاه جدا بنسبه 90%، الحمد لله بتجيب نتائج سريعه جدا مع الاولاد، سريعه يعني.